من التلفزة الوطنية مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وإليكم العناوين. التواصل والاختبارات التطبيقية لمادتي الإعلامية والتكنولوجيا في امتحان البكالوريا وعودة النسق العادي للاختبارات مقارنة بالسنتين الماضيتين بعد جائحة كورونا. وزارة الصحة تؤكد أن التدخين أهم أسباب الأمراض السارية في تونس ويتسبب في أكثر من ثلثي جملة الوفيات وأكثر من ثلثي ميزانية العلاج بالوزارة. وزارة الخارجية تجدد التأكيد على استعداد تونس الكامل لاحتضان قمة الفرنكوفونية بجربة في نوفمبر القادم والعمل على توفير أفضل الظروف لضمان نجاحها. أهلا بكم مجددا، ونبدأ بالشأن التربوي، حيث تتواصل لليوم الثاني الاختبارات الكتابية لمادتي الإعلامية والتكنولوجيا بالمعاهد الثانوية بمختلف جهات الجمهورية ضمن امتحان البكالوريا. يسارعون خطواتهم التي تجاري الوقت وتسابقه للالتحاق بقاعة الامتحان في الوقت المحدد لتعطى إشارة انطلاق أحد الاختبارات التطبيقية لمادتي الإعلامية والتكنولوجيا التي تهم مترشحي البكالوريا. هنا قاعات مخصصة ومجهزة بحواسيب، وممتحنون يستحضرون ما تلقونه من معلومات طيلة العام الدراسي بتركيز كلي. اليوم سي بون، يعني نبداو في الرسمي كما نقولوا، دونك ان شاء الله ربي وفقنا و سي بون عمو فيه. هذه خدمة مجهود عام كامل، ان شاء الله كهو ربي معانا وربي نجحنا. جون جينيرال سافا، التحضيرات كيف كيف مريقلة، كل شيء مريقل، ما فماش حاجة تدعي للخوف. حضرنا قعدنا مدة، عندنا وقت معناها الحضارة، وإن شاء الله إن شاء الله ننجح. حاضرة، نحس في روحي وجي كونفيونس أون موا، إن شاء الله بنجاح والامتحان يكون باهي بالقدا. 134,950 مترشحا سيجتازون هذه السنة امتحان البكالوريا بنسبة تراجع تقدر ب10% مقارنة بالدورة الماضية. وقد سجلت هذه الدورة ومنذ انطلاق بكالوريا رياضة والبكالوريا التجريبية عودة النسق العادي للاختبارات مقارنة بما كانت عليها خلال السنتين الماضيتين بسبب جائحة كورونا. بالنسبة للاختبارات هذا اليوم مش ناخذ الشعب العلمية، يعني شعبة الرياضيات والعلوم التجريبية والتقنية بنظاميها الجديد والقديم. دونك اليوم نختموا 6 حصص، دونك صباح وعشية، وغدوة الحقيقة عندنا شعبة الاقتصاد والتصرف، جميع الشعب العلمية، غدوة الاقتصاد والتصرف وبعد الآداب وبعد نرجع للشعب العلمية، ونهار الجمعة هي حصة للإصلاح. عندنا 4 قاعات 4 مخابر، دونك يعديو في المخابر بما أنها حصص تطبيقية، دونك المخابر جهزنا الحواسيب، حطينا المنظومات اللي فيهم ليماج اتسيتيرا. الاختبارات الكتابية لمادتي الإعلامية والتكنولوجيا انطلقت الاثنين وتتواصل إلى غاية الفاتح من جوان القادم في انتظار انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورته الرئيسية من 8 إلى 15 من جوان القادم، فيما سيقع التصريح بنتائجها يوم 26 من نفس الشهر، على أن تكون دورة المراقبة من 28 من جوان إلى غاية الفاتح من جويلية ليعلن عن نتائجها في 9 من جويلية القادم. يتسبب التدخين سنويا في حوالي 13,200 حالة وفاة، أي ما يمثل 20% من الوفيات في تونس وفق الدراسة الطبية والاقتصادية حول التدخين في تونس المنجزة سنة 2019 و2000. كما يمثل التدخين أيضا أهم أسباب الأمراض السارية في تونس والتي تتسبب في أكثر من ثلثي جملة الوفيات. يمثل التدخين أهم أسباب الأمراض السارية في تونس والتي تتسبب في أكثر من ثلثي جملة الوفيات وتستهلك أكثر من ثلثي ميزانية العلاج لوزارة الصحة وفق إدارة الرعاية الصحية. ويتسبب التدخين سنويا في حوالي 13,200 حالة وفاة، أي ما يمثل 20% من الوفيات في تونس وفق الدراسة الطبية والاقتصادية حول التدخين في تونس المنجزة سنة 2019.
وتكلف رعاية الأمراض الناتجة عن التدخين الدولة في تونس ملياري دينار سنوياً، أي ما يمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي حسب ما كشفته إدارة الرعاية الصحية. وأشارت إدارة الرعاية الصحية إلى أن نسبة المدخنين ممن بلغت أعمارهم 15 سنة فما فوق بلغت أكثر من 25% وفق عملية المسح الصحي لسنة 16 و2000، فيما يقدر عدد المدخنين من الفئة العمرية بين 3%. وتشرع وزارة الصحة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين في 31 من مايو الجاري من كل سنة في تفعيل عنصر مكافحة التدخين في الوسط المدرسي والجامعي من خلال تركيز الأنشطة الوقائية في الوسط المدرسي والجامعي تحت إشراف إطارات مختصة. ويمثل تفعيل عنصر مكافحة التدخين في الوسط المدرسي والجامعي أحد المحاور الأساسية للمخطط العلمي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية في مجال مكافحة التدخين وفق ما أكدته إدارة الرعاية الصحية. جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أمس خلال ندوة الوزارية الفرنكوفونية التي انعقدت افتراضيا، جدد تأكيد على استعداد تونس الكامل لاحتضان قمة الفرنكوفونية بجربة يومي 19 و20 نوفمبر القادم. جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أمس التأكيد على استعداد تونس الكامل لاحتضان قمة الفرنكفونية بجربة يومي 19 و20 من نوفمبر القادم وتوفير أفضل الظروف لتمني نجاح هذه التظاهرة الدولية الهامة. وجاء تأكيد الجرندي خلال ترأس اجتماع الدورة 41 الاستثنائية للندوة الوزارية الفرنكفونية والذي انعقد افتراضيا بمشاركة الأمين العام للفرنكفونية لويز موشيكي وبو ووزراء الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية. وخصص الاجتماع للنظر في الإجراءات المتعلقة بانتخاب الأمين العام المقبل للفرنكفونية خلال قمة جربة طبقا لأحكام النظام الموحد للمؤسسات الفرنكفونية الذي تم اعتماده في مارس الماضي بمناسبة إشغال الدورة 40 للندوة الوزارية للفرنكفونية والذي يكرس مبادئ الشفافية والتوافق التي تميز عمل المنظمة. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الأمين العام الحالي موشيكي وبو من أجل تعزيز دور المنظمة الدولية للفرنكفونية وشهرها على المستوى الدولي، مثمنين تعامل المنظمة مع المستجدات والتحديات الإقليمية والدولية التي يشهدها الفضاء الفرنكفوني. وتم الاتفاق في موفى الاجتماع على الرسنامة المتعلقة بتنظيم عمل انتخاب الأمين العام للفرنكفونية والتي تتضمن الإعلان عن فتح باب الترشحات وتاريخ اختتامها وموعد تقديم المترشحين لرؤيتهم الاستراتيجية لتسيير المنظمة وصولا إلى انتخاب الأمين العام من قبل رؤساء الدول والحكومات الفرنكفونية خلال قمة جربة. إلى موضوع آخر، وفيه حديث عن إبداعات المرأة الريفية وإتقانها لحرف تقليدية مهددة بالاندثار. هذه الإبداعات استقطبها المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي بشط مريم لعرض المنتوجات والتعريف بها. شيرة كشيش حرفية ومختصة في صناعة الحلفاء ورئيسة مجمع المرأة الريفية بمعتمدية هرقلة، امتهنت هذا المجال منذ الصباء والذي بات مهددا بالاندثار. علاش لا؟ قلت ما نعملوش تكوين في هرقلة ونكونوا البنيات وهكاك بشوي بشوية حتى لين ولت عنا مورد رزق ثاني. ولتذليل الصعوبات التي تواجهها لا سيما في ترويج بضاعتها، لم تتردد هذه الحرفية الكادحة في تلبية دعوة الحضور بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي بشط مريم كغيرها من النساء الريفيات العارضات. قبلنا اليوم الدعوة باش نحضروا في المعرض باسم المجمع الحلفي بهرقلة وباش نعرفوا بالزادة بالصعوبات اللي تلقيناها اللي هي ترخيص في الحلفة والترويج. جيت شريت السلة هذية خطرها حاجات طبيعية ونشجع، نحب الحاجات الطبيعية وزيد نشجع المرأة التونسية العمل. مشاركتي في المعرض هذا كانت بدعوة من مندوبية الفلاحة ومندوبية الأسرة، وكما متعودين هم يحضرون على ورشات تكوينية في التحويل وفي ورشات تكوينية في عدة مجالات أخرى. التظاهرة متاع اليوم في غاية الترويج للمنتجات المرأة الريفية
متشاركين معنا 10 مجامع فلاحية بولاية سوسة. مهمتنا أنه نعرفوهم كيفاش الفينانسمون يصير للمجامع التنمية الفلاحية للمرأة الريفية، كيفاش المرأة الريفية تنجم تشارك في المجامع هذوما، كيفاش يصير التسويق للمنتوجات نتاعهم. وفي إطار هذا اليوم المفتوح الذي نظمته الغرفة الاقتصادية الفتية بسوسة بهدف مزيد الإحاطة بالفلاحات الريفيات وتجميعهن، تم تنظيم ندوة جهوية تمحورت حول الاقتصاد الاجتماعي التضامني. المكتب الإحاطة بالمرأة الريفية يخدم على إعداد برامج ومخططات باعتماد المقاربة التشاركية معناتها في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وضع برامج للتمكين الاقتصادي للمرأة والفتاة في الوسط الريفي. بولاية سوسة نسبة الانخراط وعدد المنخرطات في مجامع التنمية للمرأة الريفية 142 منخرطة، من ضمن 1000 تقريب امرأة عاملة في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وهذه معنا نشوفه اللي نسبة التغطية هي 14% وهي نسبة لا تزال ضعيفة. ونظرا لضئالة عدد المنخرطات بمجامع المرأة الريفية الناشطة بجهة سوسة، تأتي أهمية هذا اليوم المفتوح للتحسيس بضرورة الانخراط في مثل هذه المجامع. نبقى دائما في مجال الإبداعات الحرفية، فبهدف تحفيز المرأة الحرفية على الانتصاب الخاص ودفع الاستثمار انعقدت جلسة بمقر ولاية تطاوين تم على إثرها إعطاء إشارة انطلاق برنامج رائدات. في ولاية تطاوين في قطاعات الصناعات التقليدية والفلاحة والخدمات وغيرها، باعثات مشاريع وأخريات صاحبات أفكار مشاريع، قاسم مشترك بينهما انتظار دعم مشاريعهن أو المساعدة في تمويلهن، لا سيما أمام صعوبات توفيرهن للتمويل الذاتي، ما جعلهن يعقدن آمالا كبيرة على برنامج رائدات المخصص لدعم باعثات المشاريع. المشكلة الأساسية هي التمويل، الأمور المادية ديما هي العائق قدام إن الإنسان بيطور روحه بيحسن روحه، وإن شاء الله نكون من الرائدات اللي الحائزات على هذا المشروع. سمعت برنامج رائدات فيه حاجة، فيه تحفيزات كبيرة وفيه يوصل الطموح، يخلي الإنسان يعني الطموح متاعه يتحقق له. بحكم ما حضرت جلسة اللي فات قلت تنجم يعني يكون فما دعم للمعارض بالخارج، وإحنا شنو في تطاوين عندنا عندنا مشكلة الترويج. وفي ورشة متابعة لتدخلات برنامج رائدات في نسخته الجديدة والتي تم مضاعفتها من حيث قيمة الاعتمادات وأعداد المستفيدين، انتظمت بولاية تطاوين مع مختلف الأطراف المتداخلة ولا سيما مؤسسات التمويل العمومية والخاصة. طبعا تختلف أولا من حيث الإجراءات، تبسيط الإجراءات، توحيد الإجراءات، وتختلف أيضا من حيث الترفيع في سقف التمويل، وتختلف أيضا أنه نقرب نخدم عن قرب مع النساء هذوما، وأيضا مجالات التدخل اللي هو باش تاخذ كل مجالات سواء الصناعات التقليدية، الفلاحة، الخدمات، كل المشاريع، وتشمل المرأة سواء اللي حاملة شهادة عليا، المرأة اللي عندها شهادة في التكوين، أو حتى المرأة اللي ما عندهاش شهادة ولكن عندها صنعة. هذا الكل طبعا في إطار منظومة وطنية، وإن شاء الله نحن على مستوى جهوي ننجح في أن يكون عندنا نصيبنا من هذا البرنامج. في ولاية تطاوين وأمام ثراء المخزون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالمنطقة، تعددت المبادرات حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من أصحاب أفكار المشاريع من الرائدات، وكذلك أصحاب أفكار المشاريع من جنس الذكور في مختلف البرامج والتخصصات. وفي جولة أخبارنا الدولية، أكدت مصادر محلية فلسطينية إصابة 3 فلسطينيين اليوم واعتقال آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية واندلاع مواجهات عنيفة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية بعد دهم منازلهم وتفتيشها. وقرب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال مسجدا وحاصرته قبل تهديمه بحجة عدم الترخيص. تدرس روسيا خطة سلام اقترحها وزير الخارجية الإيطالي تقضي بتشكيل مجموعة تيسير دولية لمحاولة وقف إطلاق النار بين البلدين الجارين، فيما أبدى الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي شرط أن يكون عنوان اللقاء إنهاء الصراع.
هل تجد الأزمة الروسية الأوكرانية طريقها إلى الحل في ضوء خطة السلام التي اقترحتها إيطاليا وأبدت موسكو استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات في إطارها؟ وأعرب الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي شرط بحث قضية واحدة هي إنهاء الحرب. قد تكون هذه المؤشرات دالة على ذلك، غير أن بعض التحفظات من الجانبين قد تعوق الخطة الإيطالية المقترحة، فقد اعتبر زيلينسكي أن ترتيب أي نوع من المحادثات مع روسيا صار أكثر صعوبة في ضوء ما قال أنه دلائل على إساءة معاملة الروس للمدنيين في المناطق التي احتلوها، مضيفا أن أي فكرة لاستعادة شبه جزيرة القرم بالقوة ستؤدي إلى مئات الآلاف من القتلى والجرحى. في المقابل اعتبرت الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة للعودة إلى المفاوضات حين تبدي كييف رد فعل بناء على الوثائق الأخيرة التي قدمتها موسكو. وبين هذا الموقف وذاك تلوح المسائل الاقتصادية محددة للعلاقات المستقبلية الروسية الأوكرانية، سيما في ضوء استعداد الاتحاد الأوروبي لإطلاق حزمة سادسة من العقوبات على روسيا من شأنها أن تنهي استهلاكه لنفطها وغازها في أقرب وقت ممكن. اتهم برنامج الأغذية العالمي روسيا بشن حرب على الأمن الغذائي العالمي بحصارها موانئ كييف، اتهام يتزامن مع تحذير أممي من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الدول الفقيرة ومن مجاعة تهدد العالم إذا تواصل منع صادرات أوكرانيا من الحبوب. تتالت دقة ناقوس الخطر من تبعات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي بما أنه أصبح داخل دائرة هذا الصراع. الخطر حقيقي ولم يكن ليتجاهله المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث قدر مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي أن الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود بمثابة حرب على الأمن الغذائي لحوالي 400 مليون شخص، محذرا من تفاقم الوضع في ظل ظروف قاهرة على غرار الجفاف وارتفاع أسعار الوقود ونقص الأسمدة. صارت روسيا اليوم متهمة باستخدام سلاح الحبوب في نزاعها مع أوكرانيا، ما جعل شبح المجاعة يلوح في الأفق، اتهام له مستنداته بما أن موسكو وكييف يوفران 30% من إمدادات القمح في العالم، إلى درجة أن أوكرانيا كانت تعد سلة خبز العالم بتصديرها 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية شهريا عبر موانئها. اليوم وفق الأمم المتحدة هناك نحو 20 مليون طن من الحبوب عالقة في أوكرانيا، وفيما تملأ الحبوب المخازن ويتلف البعض منها في هذا البلد يتذور آخرون جوعا وتتعمق المخاوف من مجاعة عالمية. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن العالم قد يواجه مجاعات تستمر لسنوات بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، هذا مستقبلا. أما في الوقت الراهن فحذر الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريس من أن تلك العمليات العسكرية أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الدول الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار، وضعية جعلت البنك الإفريقي للتنمية يرصد 1.5 مليار دولار لمساعدة البلدان الإفريقية على مجابهة نقص إمدادات الغذاء، والتي قدرها البنك بما لا يقل عن 30 مليون طن سيما في القمح والذرة. وبيّن أن القارة الإفريقية تشهد ارتفاعاً في أسعار القمح بنسبة 45% وفي الأسمدة بنسبة 300%، محذراً من انخفاض إنتاج الغذاء بها إلى ما لا يقل عن 20% في حال لم يتم تعويض هذا العجز. وبالرغم من قتمة الوضع فإن البنك الإفريقي للتنمية يؤكد أن مرفق الإنتاج الغذائي الطارئ الإفريقي سيمكن القارة من تجنب أزمة الغذاء والسعي لتمكين إفريقيا من أن تصبح سلة خبز العالم. تراجع النفط بنحو دولار اليوم بفعل مخاوف من ركود محتمل وقيود مكافحة كوفيد-19 في الصين، بالإضافة إلى تأثير قلة المعروض العالمي وتوقعات بزيادة الطلب على الوقود مع بدء موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة. وقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 72 سنتا. ويأتي تراجع النفط في وقت ارتفعت فيه أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي ب 0.3% في المعاملات الفورية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4%، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت كذلك الفضة في المعاملات الفورية ب 0.4%.
في أخبار رياضة، وإثر العودة للتتويجات المحلية بعد 11 عاما، اكتظت شوارع والساحات العامة بمدينة ميلانو الإيطالية بجماهير الميلان التي احتفت على طريقتها بلقب سكوداتو 19 عقب الفوز الكبير في الجولة الختامية من الكاليشو على ساسولو بثلاثية نظيفة، ليحسم أبناء المدرب بيولي لقب المسابقة إثر صراع مثير مع غريمه الأزلي وجاره انتر ميلانو. حافلة الميلان المكشوفة جابت شوارع المدينة وعلى متنها لاعب الفريق والجهاز الفني الذين احتفلوا بالتتويج المثير مع الجماهير التي انتظرت بفارغ الصبر هذه اللحظة التاريخية الفارقة. وإلى البطولة الألمانية لكرة القدم، حيث نجح إرتا برلين في ضمان البقاء ضمن مصاف أندية الدرجة الأولى بعد الفوز المثير بثنائية نظيفة على هامبورغ في إياب الملحق الفاصل لتفادي النزول. هامبورغ الفائر الثانية، هامبورغ الذي فشل في المقابل في العودة إلى الدرجة الأولى. ونختم أخبارنا من العاصمة المصرية القاهرة، فبمشاركة 43 فرقة فولكلورية من عدة دول من بينها تونس ضيفة شرف، تتواصل فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بالقاهرة التي انطلقت الأحد الماضي إلى غاية 28 من الشهر الحالي في دورته التاسعة بعد غياب بسبب جائحة كورونا. حوار الطبول من أجل السلام هو شعار المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الذي عاد بإيقاعاته الراقصة إلى عدد من الأماكن التاريخية والثقافية في مصر، ومن بينها شارع المعز لدين الله الفاطمي الشهير في قلب القاهرة القديمة وقلعة صلاح الدين الخلابة بالقاهرة التي اهتزت بالأهازيج والإيقاعات. مشاركات كتير جدا، حوالي 11 دولة، في منهم ناس من بره وناس من بتمثل سفاراتها داخليا. عندنا مشاركات متميزة جدا الحقيقة، دول كتير جدا هي يعني مشاركة بالإضافة للفرق المصرية المتميزة. ولمواكبة فعاليات المهرجان، توافد عشاق الموسيقى والسياح على هذه المعالم التاريخية التي أثثتها عروض 43 فرقة من دول وثقافات مختلفة، وبثت فيها الحياة والحركية بأغاني شعبية وألوان فنية متنوعة تزينت بالرقصات الفولكلورية والأزياء الملونة وتناغمت فيها الإيقاعات. هو فعلا حوار ما بين ثقافات العالم كلها، عن طريق بطريقة لبسهم، بطريقة النغمة اللي بيطلعوها، عن طريق الطبول. بجد في تناغم بينهم وتعارف بين الشباب مع بعضهم ان هم يعملوا حاجة زي كده، دي حاجة جميلة جدا. واضح ان مش طبول بس، ده فرق موسيقية من جميع انحاء العالم. انا شايف فرق من افريقيا وفرق من امريكا اللاتينية وفرق واضح انها من اسيا. أنا متوقع يبقى في شو جميل جدا. مهرجان الطبول السنوي يمثل فرصة لإجراء حوار حضري بين مختلف الشعوب، ويعكس قدرة الإبداع على مد جسور التواصل بين الأمم وخلق تقارب وجداني بينها رغم اختلاف اللغات، من خلال تقديم عروض فسيفسائية متنوعة مزجت بين القديم والحديث، وأمنتها فرق من عديد الدول من بينها تونس ضيف شرف المهرجان. فوسط حفاوة الجمهور وتفاعله بالتصفيق والزغاريد وتنوع الموروث الثقافي لعدد من الدول المشاركة، يستعيد المهرجان الدولي للطبول بريقه بعد غياب بسبب جائحة كورونا، ليتواصل إلى غاية 28 من مايو الجاري. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. تواصل الاختبارات التطبيقية لمادتي الإعلامية والتكنولوجيا في امتحان البكالوريا، وعودة النسق العادي للاختبارات مقارنة بالسنتين الماضيتين بعد جائحة كورونا. وزارة الصحة تؤكد أن التدخين أهم أسباب الأمراض السارية في تونس، ويتسبب في أكثر من ثلثي جملة الوفيات وأكثر من ثلثي ميزانية العلاج بالوزارة.
وزارة الخارجية تجدد التأكيد على استعداد تونس الكامل لاحتضان قمة فرنكوفونية بجربة في نوفمبر القادم والعمل على توفير أفضل الظروف لضمان نجاحها. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكراً على طيب المتابعة والاهتمام. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.